الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع أهمية التوحيد، هذا من أجل المواضيع التي يعيش العبد من أجلها تعلما وعملا ودعوة. وليس العبرة أن يتعلم العبد التوحيد وأن يعمل به وأن يدعو الناس إليه فترة من الفترات ثم ينقطع، وإنما العبرة أن يثبت على ذلك حتى يلقى الله. لأن الله تعالى قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. زول الله هداه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباختصار معنى الشهادتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، اللي هو عن طريق منهج النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن ينطق هذه الشهادة وهاتين الشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يمش خطوتين يعتر: يا فلان تلحقنا، يا فلان تفزعنا، وفلان يسميه باسمه، تفتش لفلان في الكرة الأرضية فوق تلقى مف، انت بتنادي منو؟ والله أنا بنادي الحسن وتحسونه، وانت أنا بنادي غز زمانه، غز زمانه منو؟ برع القوم، وانت بتنادي منو؟ أنا بنادي المكاشفي، ده بيكشف في القلب، وإنت بتنادي منو؟ أنا بنادي الكباشي، وإنت أنا بنادي صايم ديما، وإنت ودل جت ماتوا، دل ما فيهم حيزي. والله قال في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت. عشان كذا أنا ما دار أشتت الكلام، دار الكلام يكون في نقاط عشان الناس يستفيد. النقطة الأولى أنا نركزها على هذا الموضوع لأسباب كثيرة، لكن أهمها أنه دعوة جميع الأنبياء والرسل. يعني الرسل لو كان اتفقوا في دعوة وحاربوا أقوامهم وحاربهم أقوامهم من أجل الكلام في التقوى، بس التقوى بالعموم، كان موضوعنا كله بكون التقوى. لو كان الحصل بين الرسل وبين أقوامهم بسبب الكلام في الصلاة، كان كلامنا كله يكون في الصلاة. لو كان السبب صلة الأرحام، كان كلامنا يكون في صلة الأرحام. لكن لأن الرسل جميعا دعوا أقوامهم إلى التوحيد، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعوة دي أسي الناس دي شافوها زاغوا منها جت، إلا من رحم الله. البلاغاتية شافوها حارة فيها عكاز، وأسي الباب ده فاتح كده حقه يتاكوه، الشغلة دي يمكن تجوط. بعدين شافوا العكاز دور الشغلة دي قالوا فيها عكاز، فيها مشاكل، والساون يمكن تجيو مشكلة، الشغلة دي طويلة، فزاغوا خلوا الشغلة. جول أخوان المسلمون عاينوا دارين يلموا الناس، لقوا الشغلة دي بتفرق الناس، ده ما عقيدته في الله وده عقيدته في غير الله. والله قال: لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الشكل طوال، صالح عليه السلام كان قاعد معاهم أو هم قاعدين، وبعدين بيحترموا جدا. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، زمان كنت كويس. مما الله رسلوا وجب التوحيد، قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله قال: فإذا هم فريقان يختصمون. واحدين قالوا كلامه صح، ثانيين قالوا لا ما معقوله نحن نكون غلط، وابهاتنا واجدادنا دورت شكلة طوال، شغله جاطت. الاخوان المسلمون ان شافوا الشكله دي ما بتنفع معهم، دارين يلموا الناس: فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ده كلام حسن البنا، لقوا التوحيد ده بيجيب لهم مشاكل، زاغوا خلوه. جو السروريه ديل دارين يلموا الناس برضو عشان يمرقون برا، والصومال
ومالي وسوريا وليبيا وهن قاعدين بجنبة. انت ما تمرق انت يا عبد الحي ما تمرق. لا انا ما ظريف عندي كذي ومسجد ظريف جدا. انت يا محمد عبد الكريم ما تمرق. لا انا جاي بعلم الجماعة. انت يا سيد نصر ما تتخارج عشان نرتاح منك. لا ما في طريقة. يرسلوا في القوم وهم قاعدين جوا هنا قاعدين ما عندهم اي مرقة وكذي في الخرطوم. انت امرق اسكن لك في محل ما فيها كهرباء ولا موية بعدين يتخارج بغادي الناس ترتاح منك. لكن انت قاعد مرتب ومرتاح وعربية ظريفة وجاي لابس عمة وهؤلاء والتفجيرات والعمليات الاستشهادية وانت لا بتتفجر ولا غيره وكلام باطل زي ما قال الحزيفي من أئمة الحرم المدني جابوه في الجريدة قال أقول لهؤلاء الشباب الذين قيل لهم فجروا أنفسكم أقول لهم قولوا لمن قال لكم هذا ابدأوا بأنفسكم. رسول ده بيقول لهم جهاد جهاد بالقوة الدم طوالي دعوة صلى الله عليه وسلم بالقوة الدم بيقول لهم شيء صلوا في المسجد بالقوة الدم. انت بتدعو الناس لطريق جنة اي انت ما تمشي يقول لك لا نحن مع علماء نعلم الناس وكذي. طيب اولادك علماء؟ الاولاد علماء؟ لا ما علماء. فذيل ما حتى لو يتكلموا في التوحيد دي ما اساس دعوتهم. عشان كذي بيمتحنك قد يمتحنك بالمسألة دي. ما تقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. انت تقول لا ده كفر دون كفر زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول لك لا لا ده كفر اكبر عديل زي ما قال بليد داك اسمه على الدين الزاكي. وبليد دي لفظة قالوها العلماء عشان ما تقول كلام شباب ولا غيره. أقرأ كتاب الأصول الستة لمحمد بن عبد الوهاب أقرأ بتلقى كلمة بليد دي قاعدة ما فيها اثنين ثلاثة. تقول بليد قال ما تقول ليه ابن عباس قال وفلان قال الآية دي قال واضحة. فذيل بجنب السرورية تخازلوا زحوا بغادي. في ناس من ناس نزاتوا ناس أبو دقن ومقصرين وكذي ها أراح نصيحة في التوحيد ده ممكن يخنقك والله الذي لا إله غيره ممكن يخنقك وطردك تجيب لنا مشاكل والموضوع ده وإلى آخره وكذي تكشف الأسماء ويجر بجنبه. وأنا لقيت الزعيم الكبير وليس فيهم كبير إلا من استقام على الحق ما بزول كبير. الرجل ده لقيته في أم درمان بعدين قلت له السلام عليكم وعليكم السلام. طبعا ده رئيس الجماعة اسمه إسماعيل عثمان ده معاون ولا شنو الفرشة دي ما له وقعت. بعدين قلت له السلام عليكم الشيخ كيف تمام الحمد لله. قلت له يا أخي إنتوا طبعا من باب المقدمة يعني إنتوا زمان بتدعو للتوحيد وكذي وليكم سنوات طويلة لكن بس أنا دار أقول نصيحة. قلت له الشدة مع أهل البدع وده دين يدام لله به. قال لي الشدة أي قلت له ده منهج السلف. قال لي الشدة أي السلف أي الدليل شنو قال لي في دليل. الله قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تلاخل قالوا لهم الكلام ده موسى عليه السلام وهارون هل قالوا لهم فقولا له قولا لينا. بعدين مشوا قالوا له القول اللين وقالوا له القول الشديد. قالوا له والسلام على من اتبع الهدى. قال له إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ده كلام سمح. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ده برضو سمح لكن كلام. بعدين قلت له يا أخي موسى عليه السلام قال لي فرعون وده الكلام ذكرته له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. في تفسير السعدي مثبورا أي ممقوتا مهلوكا. فاستخدموا معاه واللين واستخدموا الشدة وده من الدين. نفض يده ومشى. قال لي انت بتلزم الناس جد برايك. نفض يده ومشى وهو بيلزم الناس برايه. ما في زول يجيب اسماء وتجيب اسماء كذي و الى اخره ونحن وكلنا
ما كلنا ولا شيء. تتوب لله، توحد الله زي الناس، تدعو إلى التوحيد الحق وإلى الدعوة الصحيحة. دي دعوة الرسل. الدعوة دي زولت القماشي كويس يدعو إلى التوحيد، بعد شوية يدو مسجد مكيف شغال، المروحة شغالة، فضيلة الشيخ، الموضوع ده كده غيروا لين يغيروا طوالي. ده ما فاهم. الله قال في القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الزول الدار يكون عاقل ويكون على الحق ويكون على دعوة الرسل، يبلغ توحيد الله تعالى وينشر التوحيد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، بعدين الله لما للرسل وأنزل عليه قوله تعالى: واسأل الصلاة فيها قبة، الصلاة كيف فيها ما بتجوز، في قبة هناك خلونا يشتغلوا. من أهمية هذا الموضوع ما جاء في صحيح البخاري وفي غيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ إني قال يا معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالموضوع ده من أهميته إنه ده حق الله، لأنه الليلة لله المثل الأعلى. لو أنت مشيت وعندك مشاكل بعدين الناس سألوك مشاكلك شنو، قلت: يا أخي والله يا أخوي الصغير ده عنده حق في المنطقة دي، وأنا عندي حق، وأبوي عنده حق. لو قال لك يا أخي ما في حق بيمرق من الحقوق الثلاثة دي إلا واحد، أنت بتقول: يا أخي والله حقي ده خلوه، أخوي الصغير ده بنجاسفه، لكن أبوي ده حقه ده ما بخليه. ليه؟ لأنه عظيم عندك ولأنك تتقرب إليه. فكيف بحق الله تعالى ولله المثل الأعلى؟ توحيد ده حق الله، وحق الله ده يتبرأ منه حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ده سؤال كما قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، قال: هذا يكون يوم القيامة. والدليل بقية الآيات، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين، هذا قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فقال ذي يوم القيامة السؤال ده. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إنت يا عيسى عليه السلام إنت قلت للناس، الناس اللي يعبدوك إنت ويعظموك إنت وأمك مريم عليها السلام، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني الشيء ده ما حقي كون الناس اللي يعبدوني. فتبرؤوا من استحقاق العبادة، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. ده عيسى عليه السلام، الناس بلدون يبكوا، هو يلدو طوال اشتغل توحيد ويلدو كذي، بعدين خرج إلى الدنيا فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
قال إني عبد الله، طوالي بدأ بالتوحيد، أنا عبد لله. ده عيسى عليه السلام مما ولدوا ويكلم الناس في المهدي وكهلا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي، قال أي معلما للخير، مباركا أينما كنت، محل ما يخدتوك تبلغ الدعوة، شغلوك في بيارة بتاعت موية جماعة بجوك طبعا، ولك ها قطعت ولا ما قطعت، ولون الله يقطع دي الواقفة زي السرور المقلوب دي، الله يتخارج منها أو الله يقطعها يشيلها برا وريح الناس منها. دي بعدين شغلوك مهندس أي تبين لهم التوحيد، العمارة وأهم شيء الأساس وأساس الدين التوحيد. شغلوك دكتور تديه روشتتين، واحدة حقن وحبوب، والثانية طوالي شنو ما بجوز تنادي غير الله. انت كان دكتور بيقبلوا منك، ما بتكون غبج زي ساينا نبزوني وبتخارجوا، لكن انت دكتور لك الدكتور ذاته قال الشغلة دي حرام ما بتجوز. اشتغلت اي شيء طلبة ده تعلم المعلم اول شيء، تدي الباغة وتقول له واحد، لقيته بنادي غير الله تقلها أملا الكوريك جاي وتمام، خليه يقع من فوق ترتاح منه، بعد يقع قول له نادي الله ما تنادي غير الله. فالموضوع ده في كل مكان. نبي الله عيسى عليه السلام مما ولده يتكلم، واحد، اثنين، يبري الأكمه والأبرص. الأكمه في تفسير ابن كثير في بعض أقوال المفسرين، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، قال بعض المفسرين قال الأكمه الذي يولد وهو أعمى، ولده من جوا أعمى، هو البلدوب شوف ويعمى تاني كونه يشوف، المسألة دي صعبة على الدكاترة مرات، خلي مما ولده شنو ما بشوف، لكن ده يبري الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. بعدين يحيي الموتى بإذن الله. بعدين يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يعلم ما يدخره بنو إسرائيل في بيوتهم من أولي العزم الخمسة، من أولي العزم من الرسل عليه السلام. لا يذكر ذنبا يوم القيامة، لما يجوا للشفاعة ما بيذكر ولا ذنب. الرجل ده عليه السلام بعد الصفات دي كلها الليلة ما بيتصف بها واحد موجود الآن، بعد ده قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده ما حقي، بعض صفاته دي كلها قال أنا دي ما حقتي، كونوا ينادوني ويقدسوني ويعتقدوا فيني ما لا يعتقد إلا في الله ويعظموني وواء إلى آخره، ده قال ما حقي. أسي تعال شوف واحد تلقى سوداني أي وغبش اشتغل رقشة غلبته، طلبة غلبته، قبل وين غلبته، اشترى له شوال بتاع دقيق بعدين جركانة بتاع الزيت سوى له زلابية، فتح بابه الكبير ضلفتين، عزم الناس زلابية اليوم الأول، الثاني قلبها عصيدة، الثالث كسرة، بعد شوية رفع له علم، نام صح الصباح نايم بالصبح ما بصليه، صح الصباح أنا طبعا رأيت في المنام إنه الشيخ الفلاني يتبين في محلتي، بعد شوية الناس يجوا يتلموا تاني قروش تاني يجيبوا لك قطبتين، زي تعرف اللي بيبيعوا التياب في السوق ديلك، تلقى ملمومين جنبهم خمسة انفار ولا بكدي وما دار يشتري، دار يسوي له سوق يعني. ده برضه في ناس بيروجوا له سوقه، يجوا انا طبعا الشيخ ده جيته مشلول، جبت له واحد مشلول وبقى كويس، وجبنا له واحد اعمى وبقى كويس، وزوجتي ما ولدت جبتها له الشغله مشت تمام، طوالي بعد شويه سويها طريقه تاني تكبر تاني النوبة أوك والشغلة ماشية تجوض، بعد شوية تعتر يقول لك ناديو، انت بتبرئ الأكمه والأبرص؟ لا. بتحيي الموتى؟ لا. بتعلم ما يدخره بنو إسرائيل ولا بنو السودان في بيوتهم؟ لا. انت بتخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا؟ لا. انت من أولي العزم من الرسل؟ لا. بتستحق ينادوك؟ يقول لك كيف انا شريف، شريف بتاع شنو ده الغلو، ما سمعت الشيخ قبل بيتكلم لك
جزاه الله خير بيتكلم في الغلو. الناس الغلو غلو لا يعلم به إلا الله تعالى. والله موج عمرو ابن لحي ده هو تاجر مشى الشام زي ما ذكر لك القصة. ده طبعا مشى الشام وشاف الناس مرطبين قال نحن غبش. نازل جاب له صنم من الأصنام برضو الجاب ما نكت ديل بعدين من الأصنام الجاب واحد اسمه هبل. هبل ده يده مقطوعة يعني البنادو عندهم يدين اثنين والبنادو من دون الله البنادو عندهم اثنين والبنادو عنده يد واحدة. الكفار قالوا والله ما ظريفة هبل ذكرى يد واحدة نجاسي في اليد هنسويها كيف؟ قالوا حق الذهب جمعوا له ذهب نكتوا من وين ما بعرف سووا له يد بتاع الذهب بعدين بقى شكله يد ذهب ويد حجار. وانا الله كان جابني الوقت ده كان سرقتها والله الذي لا اله غيره. دي تسرقها الله اول شيء بيديك اجر وعندك قروش ويمكن الله يبارك لك فيها لان انا في ادباء شرك تخلي يده مقطوعه. تاني سووا له حقه حديد تجيب حجر نار بالليل ترخي الصوت تشيله برا لحد ما يخلوه كذي. فالموضوع ده انا عشان ما اشتت وليك ده تلقاه ينادوا من دون الله. الناس الغلو في البشر ديل الصوفيه كتاب اسمه النصره العلميه لاصحاب الطرق الصوفيه الفوا عبد المحمود نور الدايم قال من الكرامات نقلا عن كتاب الطبقات واسي في شبهه بيجيبوها الصوفيه قالوا الكوثري قال عبد الوهاب الشعراني قال الكلام في الطبقات الكبرى ده للشعراني ده في واحد مدسوس وكذي ولا ور المدسوس ياتو ولا ما المدسوس ياتو. وفي نفس الوقت الصوفيه لليله بنقولوا من الكتاب ده وينقلوا منه الكلام ذاته الشين الكعب ده مرات بنقولوا. هسه انا اديك مثال في كتاب النصره العلميه لاصحاب الطرق الصوفيه الكتاب ده الفه عبد المحمود نور الدايم ده رجل طابت. بعدين عبد المحمود ده قال في كرامة شيخ اسمه عبد الرحيم علي المغربي. وأنا مغربي ما عندنا زوج زي ده نهاية نجر من راسه والله أعلم كان جابه بغادي ما بعرف. لكن قال المغربي ده من كراماته إنه كان قاعد والناس حوله فنزل شبح. ده كاتب شبح تاع النصرة العلمية وده كاتب شيخ ده خط نقطتين وده نقطة واحدة والاثنين الروايات ضعيفة. قال فنزل شبح من السماء فسكت الشيخ يعني هنيئة سكت شوية فصعد الشبح. الشبح قال تاني طلع فوق. الناس قالوا الشيخ الحاصي شنو الشبح ده ماله جاء وانت سكتت وفي رواية طلعت وجيد الحاصي شنو؟ قال هذا ملك من ملائكة الله تعالى وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه. قال الملك جاء من السماء وقع في الأرض عشان يستشفع بالشيخ إلى ربه. أسي عليك الله دي كذبة ولا ما كذبة؟ الكلام ده مش كذبة الشغلة ماشية تمام. دي كذبة كبيرة ما بصدق زول أصلا والله الذي رفع السماء. يا أخي معقولة ملك؟ الله قال عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عنهم وعن ملائكة النار قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دي كرامة من الكرامات اعتقدت لأنه بخالف كتاب الله تعالى. قال قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وطبعا هسه بجيك ذاك بتاع الف وباء ده اسمه محمد المنتصر الازيرق ده ساول له ده سطرين حتى نجيبه اسمه في اليافطات. انا قريت يافطه هناك على جهه صالحه عنوان مفتي السودان وكذي امين العلم والشريف في العلم في السودان محمد المنتصر. وده في ناس ما بردوا عليه. أنا ما أعرف الزول بخاف ولا بلاوز ولا كيف. ده أقل شيء الله بيديك 10 حسنات. أي صوفي ترد عليه وأقل شيء الله بيديك 10 حسنات. الدليل قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال ابن تيمية رحمه الله
وأقل الأعمال أجرا قال أن يكون فيه عشر حسنات. قال لك أي عمل صالح أقل أجر فيه عشر حسنات بنص هذه الآية. ومن الأعمال الصالحة بيان الحق وتحذير الناس من الباطل، ده عمل صالح، عشان كده لما ترد على النازل كلام ده ما هتر ولا نبذ ولا سياسة ولا ضحك، وإنما قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. الرجل ده بقسم لك الشغلة ألف وباء، وطبعا ده التقسيمات دي غشوا بها كثير من الناس، ويجوا الجماعة يقول لك الغيب انت ما فهمته، في غيب نسبي وفي غيب مطلق وفي غيب كذي. أها حل المشكلة دي محمد عثمان المرغني في كتاب اسمه النور البراق، ده بيتكلم عن واحد من مشايخته، وداك بيتكلم عن شيخ قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. ده شفت كتم فيهم مرة واحدة، قال تفصيلا وإجمالا، لا عشان ما تلف وتدور لا فيها تفصيل وما تفصيل، ده قال كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. فده كله من الغلو في البشر والاعتقاد فيهم، من الغلو في البشر وفي هؤلاء المشايخ، وده بناقض دعوة التوحيد وهي أهم دعوة، أن يعتقد أنهم يهبون الذرية. أنت تتزوج أي تعقد على كتاب الله أي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي، تعدي السنة الأولى تزوجتها، السنة الثانية ما فجنا، السنة الثالثة جماعة بقلقوا يجوك السلام عليكم أكوى السلام كيف أصبحتوا تمام، أها ما في خبر، الخبر شنو في شنو، يقول لك لا يعني ما بقيتوا ثلاثة، لا ما بقينا ثلاثة في شنو، يقول لك الموضوع ده تأخر، أها الحل شنو، يقول لك أسأل الله جل وعلا، يقول لك طبعا عندنا واحد بيجاي شيخ أي الولد بوقية والبنت مصوغية، للذكر مثل حظ الأنثيين على حد قولي، الولد تدي وقية بتاع الذهب يديك له، والله لا وقية لا نصوغية، يهب هبة دي يعني زي كذي من الله تعالى، يستشكر الله وما في شيء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بعدين ألفوا فيها قصائد كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. بدي الطفل الكباشي يا ناس ولا بدي الله؟ الله قال في القرآن نحن خلقناكم فلولا تصدقون، والله الآيات دي من أقوى الحجج في الموضوع ده. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، وده خطاب من الله تعالى إلى البشر، ده مال الأصنام. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا أخي بيخلق الله، هل بدي الجنة الله؟ يا أخي الله قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الجنة ده حق منو؟ ده والله اداني له والله، ده وليدت أنا واداني له الله، وإنت عقيدتك في الشيخ الجنة ده اللي اداك له منو؟ اداني له شيخي. الجنة اللي اداك له الله عنده اثنين، حق شيخك فيه كم أظن؟ فيه اثنين، ده حق الله، ده ما حق شيخك، ده فيه كم كرعين؟ كم كراع؟ فيه اثنين، وده فيه كراعين، ده حق الله. الشيخ كيف دخل؟ الله ده بقول للشيكون فيكون. الشيخ ده الجنة ده جابه كيف؟ من بعيد قال لكم فيكون، عنده طاقة شمسية، الشيء ما تفهمونه كيف يعني، ولا كيف، ولا في حاجة، ولا حاسي شنو. الموضوع ده ما طويل جدا، والكلام ده يا ناس الكلام ده واضح، والذي رفع السماء فده شرك منتشر، والليلة بيعتقدوا فيه يا أخي. البلد دي عقائد وإبليس بيلعبون، والله زي الورقة لو سفنجة مقلوبة يقول لك صلحها صلحها، مالك خايف منها سفنجة يا أخي؟ المصنع كان انقلب بتاع السفنجات، ما بتجيك شنو سفنجة
ملاوز منها. الطفل الدو يعلق له كمون يا هو ده كمون ده لشنو؟ ولك من العين ما في عين، عين خلقها الله والطفل خلقه الله، والله قال الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. تاني معلق لك كمون ليه؟ كمون معلقه في الطفل. هسي نحن أكبر أنا ولا طفلك ده؟ في طفل قدري أنا ما في يعني مما ولدونا ما في كمون أصله، ما عدونا عين في دقنة دي ولا في جب ولا في أي شيء، ما في كلام ده كلام باطل. والذي رفع السماء يعتقدوا في أي شيء. لو جات كتاحة الناس تشرك بالله، كتاحة بس لافة محمد معانا ما تغشانا كذاب. قول استعيذ بالله، انت كان ده شاك شيطان. اي الله قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ناس تخاف في اي شيء، اي شيء ملاوزين منه. خاتم تقلعه يقول لك الخطوبه انتهت ولا دبله، ما انتهت ولا شيء. خطوبه بتاعت حديده ما في كلام زي ده. ناس تعتقد في اقل شيء عربيه دارت تنقلب تظهر لك 100 عقيده كلهم تشوفهم كذا تقول ده كويسين جدا، بس هذا تنقلب ده يقول يا المكاشف. انا قبل 9 سنة ولا 8 سنة جاي من الهلالية، لما وصلت المشروع بتاع الجنيد ده جنب الجنيد عربية دارة تنقلب الجنبي بيجاي قال يا المرين تلحقنا، وفي مرة عجوزة الله يستر تكون حية ولا ماتت الله أعلم، بعدين قالت يا المكاشفي تلحقنا. قلت لهم اتفقوا عشان ده ما يجر اللساتك القدام وداك الورا وده يقول لا قليبه بيجاي وده صلحها بيجاي. يا زول اتفقوا، ناد واحد ترى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس دار اقول الحديث، قال ثيت انصار السنة تكره الفقراء والفقراء يده واصلة. قلت له يا حاجة هم فقراء، هو فقراء وانت فقيرة، تنادي فقراء ولا تنادي الغني؟ هو زول مفلس ده بزوغ من المفلسين، يقول لك ده مفلس بيجي ناسي بياكل باقي الاكل، مفلس زبزح من المفلسين، التجاري على المفلس، فقير براق بتدقوس بتقول ده الفقراء. فقراء اي خليهم، امسك في الغني او خلي عقيدتك في الغني جل وعلا. ترى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا غلام اني اعلمك كلمات، 6 كلمات بروفيسرات ما فاهمين الكلمات دي، والله الذي لا اله غيره ما تغشك الشغله دي وكذي. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله. ما قال ابن عباس اي دار تسال اي انا قاعد بس قول يا رسول الله الحقنا، ولا قال له قول يا ابا بكر افزعنا، ولا عمر بن الخطاب يدك واصله رضي الله عنهم واحسن نازل، وانما قال اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه. والله لما قال حديث ذا الامه فيها اولياء ما يعلم بهم الا الله تعالى، يخفي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد ووك صحابه اجلاء الله بيجيبهم في القران. زول بيقرا قران الملائكه بتنزل نور كذا كر، ده ولي ولا ما ولي؟ وسيد بن حضير ده في صحيح البخاري بيقرا قران كر ملائكه بتنزل، انت هزي الملائكه محلك دي ما بتخش، لأن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، في البخاري ومسلم حديث أبي طلحة رضي الله عنه. فتمت لهم الحديث وقلت لهم وأعلم أن الأمة فيها الأولياء ذي الجد. قال لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكلام ده عشان ما تشك فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده ما بيتغير، كلام ده مختوم وانتهى، وجف عليه المداد إذا صحت العبارة. ما بتجعل عقيدتك في الله صحيحة ولا تعتقد في غيره، دي نقطة. كذلك من الغلو البناء على القبور، شفت الجباب دي؟ والله دي سبب البلاء، والذي رفع السماء، هذا الشرك وهذه المعاصي وهذه المبارزة لله تعالى دي سبب الجوع وسبب العطش وسبب الامتحانات التي نمر بها. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أذاقنا الله بعض الذي عملنا، ولو أذاقنا جميع الذي عملنا لما ترك على ظهرها من دابة. قال لك يا أخي ده شيء بسيط، لكن الليلة تلقى زول مات يغسلوه ويكفنوه ويلفلفوه ثلاثة قضاعات يخدتوها له، ملاية الأولى الثانية الثالثة خدتوه في النص، أي ده الشيخ ذاته، أي خدته ذاته، يا هو ذاته خدته، بعدين يدمدموه، أي يربطوه بثلاثة حبال، والفي النص يرخوه يشيلوه في عنقريب، خدته العنقريب أي راح شيل الشيخ، ولا الشيخ بيخلوه ما بدفنوه بيدفنوه، شايلينه أربع أنفار مودينه وين يا ناس المغابر، والشيخ ما قادر يتكلم ولا قادر يقعد ولا قادر يمشي ولا قادر يتحرك ولا أي شيء. بعدين شايلين ودوا المغابر، خدتوا بي جنبه حفروا المطمورة وحفروا ودى لحد وجابوا الطوب وغسلوا، وبعدين كبوا الموية في التراب سووا طين. بعد شوية خدتوا الشيخ جوا الغبر ما قادر يتحرك، وقبلوه كده قدام، مش قبلوه قدام، خدتوا الطوب رسوه يجيبوا الطين يليسوك ولا نفس، في ناس قاعدين فوق بيكشفوا في هنا محل دار الياس بيليسوك ما بخلوا لك اي نفس، بعدين يملوك تراب ما له تراب، اي بعد ذاك تاني يجيبوا جرادل ولا باغات كبوا له المويه عشان ما التراب ده يطير، كبوا له مويه ده ما ليسو خلاص دقس جوا، بعد خش لعمله ان كان صالحا رحمه الله، وان كان غير ذلك فعل الله فيه ما شاء. امشوا خطوتين ثلاثة، الواحد يعتر مش عتر، يا فلان تلحقنا، ده دفن واسي تلحقنا، قال وقام بالحقك. إذا بتفهم براحة كذي ما نبز، إذا بتفهم ده لو بالحق انت العنقريب ده ما تخدته مش غسلته، اي كفنته تمام، اي خلي في العنقريب قول له ابوي الشيخ، اي طبعا انت بتلحق وبتتحرك، نتلاقى في المغابر هناك صلاة الجنازة بنصلي عليك، تعلينا هناك وكذي. لكن انت تشيلوا أربعة وما قادر يتحرك، تدخلوا جوا تاني يتحرك يجيك برا. يا ناس ما تتقوا الله جل وعلا، زول ما يفكر بعقله زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله، قال كلاما قريبا من هذا، قال فكر بعقلك، هذا ميت تأخذه إلى المقابر كيف تناديه من دون الله تعالى. شكا الله حسم المسألة دي إذا صحت العبارة، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. مش نادو اي بعد شويه ابن لو سوى كذي قبه، اي فوق بنوا القبه، اي ابنوها عاليه جدا، بعد شويه سووا باب ثاني طبله، سووا الباب والطبله، اي واحد غفير قاعد بجنبه تجي ساوي لك كوره، اي وكوره ترمي فيها القروش، رميت القروش الغفير ده لابد ليه، ويا الدليل انت بتجي الاسبوع الجاي بتلقى القروش دي ماف مشت وين، دخلت جوا، لا 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 ده وداه وين، الزول ده مشى اكل بيه وبياكلك انت، كان لقى فيك فرصه ده كان بعدين تهيأت له، الزول ده بضيع فيك وانت بتضيع في زمنك، انت لو الزول ده بالحق يا اخي طابلينه بطبله ساوي لي باب، يا اخي الشيخ ساوي لي باب وساوي لي مفتاح وطبله، طابلينه بالليل مطبول مطبول، زي ما قال واحد سمعته بيتكلم، قال واحد دروب انا محترمهم لكن القصه دي ظريفه بتشكرهم ذاته، قال واحد دروب في كسلة، قالت جماعه ولا بورسودان، قال جماعه بيجوا للشيخ والشيخ عنده تابوت اخضر قطعه خضراء كذي، قال كل مره يتكلم معاهم يجوطوا، فكر شويه قال مشى سرق القطعه الخضراء، سرقها ودخل البيت، الجماعة جو لقوا القطعة ماف، وين الشالة منو سرقها منو، قالوا ده إلا دروب بس، نمش ليه الشغلة دي ما نكتة حكا واحد من الدعاة، قال مشوا للبيت يا دروب، قال الأمة دي جت مشت له دق 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 الجماعة بتاع، قال مشوا له دقوا الباب يا دروب اطلع، قال طلع لقى الكوماج كله قاعد الجماعة، في شنو قال لهم يا ناس، قالوا القطعة طلعها، قالوا القطعة أنا أصله جيت ماشي بالطريق الشيخ ناداني قال لي تعال شيل القطعة دي وأنا اديتك لها هدية، قالوا الشيخ ما بيتكلم ولا كيف ناداك كيف، قالوا أنا ما قلت لكم كذي،
امرك برا قال له مرق كذي سكوه سكوه قال لقى القسم فاتح قال خش جوها جوا العسكري قال لا ضرب في شنو الليله نفسك قام والنازل قال يا عسكري الله كم قال له واحد قال له فهم النازل انه واحد يا قال له ما توريون انه الشغله دي الله انه الله ده واحد جل وعلا فالنازل الليله بتعتقد في اقل شيء القبه بنوها اي الرسول عليه الصلاه والسلام كما ذكر ذلك جابر ابن عبد الله في صحيح مسلم بعدين الشيخ جزاه الله خير قبل ذكر مجموعة من الحديث في الباب ده في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه هسي تقعد في قبر ينهروك لك زح قم قم في شنو القبر ما تقعد فيه ليه حرام تقعد في جمر وما تقعد في قبر وده كلام حق نبني فوق له ولك كان شيخ ابني طيب الحديث الحرم القعاد ما حرم برضو الرواية دي ما حرم البنيان برضو يا أخ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مر بقبر فيه فصات أخضر في صحيح البخاري قال قبر من هذا قالوا قبر عبد الرحمن قال انزحه يا غلام عبد الرحمن بن عوف ده من الصحابة الأجلاء العشر المبشرين بالجنة قال انزحه يا غلام فإنه لا يظل العبد إلا عمله صحابي جليل قال له الصحابي الثاني ده قبر منو قال له ده قبر عبد الرحمن بن عوف قبر عبد الرحمن ده النص كذي هذا قبر عبد الرحمن قال انزحه يا غلام أقلع الشيء الأخضر فإنه لا يظل العبد إلا عمله أمجي قبر حمزة رضي الله عنه أفضل حمزة ولا الليلة ساوي اللون القباب ديل أفضل ياتو رضي الله عنه قبة كم متر ما عنده ولا قبة وما يقول لك الرسول عنده قبة الرسول ما عنده قبة صلى الله عليه وسلم قبة دي قال جابوها الأتراك ما في لا في زمن الصحابة والحاجة الخضرة دي جابوها الأتراك دي ما في كلام ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما في لا الرسول بعد مات ده زمنه بعد مات فارق الدنيا دفن في قبر عائشة في بيت عائشة رضي الله عنها في غرفتها في بيت عائشة مش في قبرها في بيت عائشة رضي الله عنها ما كان في قبة ولا خدرة ولا حاجة أوضة فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف شنو لقبة يقول لك أها قبره وفيه حاجة فيه حاجة دي سواها بعد فارق الدنيا ولا ذنب له صلى الله عليه وسلم وحذر قبل ما يفارق الدنيا حذر من البناء على القبور ومن تعظيم الأموات فالدعوة دي يا ناس ودي الكلمة الأخيرة التي أختم بها والنقطة الأخيرة التي أختم بها الدعوة دي والله في الرقاب والله الذي لا إله غيره والليلة أنا شايف صفة زميمة سيئة في كثير من أخواننا البنتسبوا للسلفية اللي هو إنه نيجوا يتعلموا واحد يجي تلقاه وقعد حضر الدرس والدرس الأول والثاني وعرف التوحيد وعرف السنة تجي تقول له ها البلد كيف بلدكم والله فيها شرك إلا الجونة اللي يجيك منه تجونة إتو وطيب كان حصل مشكلة وفلان الداعية ده مات اللي بيجيك منه تاني ما تتحرك إنت نازي ما تتحرك واحدين لافين تلقى اليوم كله لافي وهذا ثم إنه يا زول التوحيد وين دعوة للتوحيد وبيان الشرك إنت دار تتكلم 200 إنت ذاته دار تتكلم 200 ولك يا أخي نحن طبعا لسه نتعلم شوية وكذي وتلقى يردم له يردم بيجاي ولك في واحدين عطالة بيجاي ما بيتكلموا في التوحيد بيتكلموا في المواضيع الثانية انت لا بتتكلم في التوحيد للمواضيع الثانية كلكم عطالة جد والله الذي لا إله غيره انت عم تتكلم في أي شيء ولك نحن طبعا لسه علينا شوية ما عليك أي شوية والله الذي لا إله غيره يا أخي بيت تلقاها فنانة البيت يا ناس بتخجل البيت طبيعة الخجل البيت تصادم الخجل وصادم الدنيا دي شت وتقيف تكورك قدام الناس كلام ما مفهوم ذاته كلام تكورك بيه ما مفهوم وبعضه كلام سيء لا بتخجل لا بتستحي عشان حاجتين بس البيت تغني عشان الشهرة وعشان القروش انت الجنة جنة الله جل وعلا ما أفضل من الشهرة ما أفضل من المال
انت عشان الجنة ترفع دعوة الرسل اشرف دعوة. هل الله بيحميك والله يعصمك من الناس تخجل؟ ولا سوي نصيحة تلقى يرجف يا زول، سوي نصيحة الليلة ترجف. واحد ينادي قريب ده عنده وجع ضرس، سوى نصيحة راح لياس ما جاو وجع الضرس راح، لأنه جاته رجفة روحت له الضرس وخلته الحمد لله شغال كويس، شغال دعوة وكذي هاي. فإنت تبلغ دعوة التوحيد ما تخجل يا أخي، دعوة الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ناس ثلاثة رسل قاعدين، رسل ما علماء ولا ناس مفتين ساي ولا كذي، رسل يا ناس بيجون جبريل بيشوفون وبشوفوا أو بخاطبون وبشوفون جبريل عليه السلام. بعد ده الثلاثة رسل قاعدين، الزول ده ما قال أوي ثلاثة رسل ما استجابوا لهم أي أنا فايدة شنو، لا لا، جاء من بعيد من أقصى المدينة رجل يسعى، لا راكب مواصلات لا موتر لا عجلة ولا أي شيء، جاء وقف قالون يا قومي اتبعوا المرسلين. ما بزول بيقدر يقول الكلمة دي يا ناس، اتقوا الله، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. والله الرجل ده موفق ومخلص وصادق، عشان كده الله جابه في القرآن. وزول في رجال كتار لكن زول يجيبوه في القرآن ده، ده زول أمره واضح جدا. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، شوف الزول ما قال لهم قال الرسل كذا وكذا، مع أن الرسل كلام حد أداهم كلام حتى لو ما جاب أدلة قرآن وكذي، لا جاب لهم كلام حجة قاطعة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بعدين قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، ما بدس الموضوع ده قدامكم كده، قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. لموا فيه دقوا بعدين كتلوا، حتى قال بعض المفسرين خرجت أمعاؤه من دبره، حفصوا دقوا 5 دقائق ولا 10 دقائق مات. الله جابه في القرآن، قيل ادخل الجنة كتلوك آي جماعة ديل آي، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فزول ده في الجنة يا ريت النازل يعرفوا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ودي فيها فائدة كما قال السعدي رحمه الله، قال هذا الرجل دعا قومه حيا وميتا، الزول ده عنده شفقة، ما وقف يتكلم رجالة وإنما له شفقة ورحمة بالخلق، بيّن التوحيد وقصد الهداية لهم. شكاي بعد مات ما قال يا الله دمرهم أنا خلاص الدنيا دي تخارجت منها بعد داسة دمرها انتهي منها، لا يا ليت قومي يعلمون. شكاي رب العزة والجلال قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم، تكون حريص على الناس إنه يهتدوا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. في زوال تلقى عجوز تبلغ الدعوة ولك لا أنا قمت كذي، تاني بكرة تجي تبلغه تلقى رخى شوية، بعد بكرة رخى، بعدها بيسلم زي الناس، انت بكون الله اداك اجر، انت الله بديك حسنات والله بديه حسنات وانت بتنال الأجر العظيم عند الله تعالى. فالناس تبلغ الدعوة الليلة سيديل كم نفر، أي زول لو اشتغل في دعوته يا أخي ما ممكن، بلد فيها 6 قباب قباب وانت قاعد ما بتخاف الليل الله يخصف الأرض؟ انت ما بتخاف؟ الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، انت ما بتبلغ الدعوة وانت عظيم عند الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، انت قاعد بتبلغ الدين آي وخلاص ما في عذاب، بيستغفروا وبيلجوا إلى الله ما في عذاب. لكن الناس يحاربون الله، واحد قباب تبرك بالأتربة وبناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، أهل السلسلة بناديهم، دول أهل الله بناديهم يناديهم ويعتزبون. نحن شيخنا الجعلي إنت ربك الله جل وعلا ما بتعتز؟ أنت ما بتخجل؟
ما تخجل منهم وتبين لهم الحق، قول لهم انت شيخك الجعلي اي عقيدتك في الجعلي اي، بتلاقي الله بعدين الله يوم القيامه بيسالك سؤالين كما قال ابو العالية رحمه الله، قال سؤالان يسال عنهما الخلائق يوم القيامه، ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين. الله بيسالك انت انا خلقتك اي يا الله ده كذي يعني، انا رزقتك اي يا الله، سماوات خلقت انا اي يا الله، والارض خلقت انا اي يا الله، وانا ارسلت لك رسول اي يا الله، بينت لك الطريق اي، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب عقيدتك في منو؟ والله يا الله انت بعد الحاجات دي كلها انا خليتك وعقيدتي في فلان، ما بتخجل بعد الحاجات دي كلها تعتقد في غيره؟ طيب رسلت لك رسول عنده طريق ولا ما عنده؟ قل هذه سبيلي طريقته، عنده طريق الرسول عليه الصلاه والسلام، طريقتك طريقته لا لا يا الله، طريقتك شنو؟ المكاشفيه التجانيه القادريه العركيه دي الرسل لا لا يا الله، طريقه ما بخالف طريق الرسل، بخالف كيف بخالف؟ في حاجات كثيره الرسول ما بدو قنوبه، دي شغالين تل 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 يا أساسين أسى ورب القوم لطاهة أسى رجع الميمي وما بعرف دخل باللام مرك كي كي ومي مي مي يا زول كلها أي 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 ما علي وما أي، أنا مش عديل بلا أي بلا جنك لك، أنا شو كون على الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله تعالى، جايب له طريقة أي زول غلبته الشغلة طريقة جديدة كذي، تبلغ دعوة الله تحارب الشرك ده وإنت بتكون في النص. الصوفي بيطعن فيك يقول لك وهابي، يقول لا 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 انا مع الحق بس. الاخ المسلم يقول لك ما عندك حكمه، لا 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 انا مع الحكمه ذاته انا عندي حكمه. البلاغات بيقول لك ما بتخرج، بيقول لا انا كان خرجت انت بتجي راجع بيتك لانه خروجي انا حر ما بتقدر عليه، ده بيسكت منك. ده بيجاي السروري يقول لك انتوا ما بتجاهدوا، جهاد شنو جهاد بتاع كوراقك ده مرطب وكذي، نحن مش عكاز، انت لما تموت عكاز ما بجيك، عكاز ذا سما جهاد، عكاز في الله، سيخه في الله، مركوب الدق بفاضانك في الله تعالى، ده كله اجور تاتيك من الله تعالى. العام مساي من عامه الناس بعاين لك كذي، لك والله شكلك ما ظريف. طيب انت تسوي شنو؟ انت محارب من الجهات كلها، تسكت ساي وتموت الدعوه ولا تقيف تتكلم تبلغ دعوه الله؟ ابقى في البفكه ذاته، والله تخش المساجد دي، انا اختم بالكلمه دي، خش المساجد دي يا اخي الله يهديك، خش من الصبح ده لقيت فرصه اي نزلت طوالي من عربيتك اي وصلت الخرطوم، ديل وصلوا بيجاي رفاعه، ديل بيجاي ناس ود الخبير بيجاي اي، بلغ الدعوه، امشي السوق اي لقيت الناس ملمومين، يا ناس دار اديكم النصيحه لوجه الله تعالى وريونا التوحيد. تخش المساجد دي مسجد مسجد، لقيت ناس مقبلين وصلوا لي نمره 5 كويسه جدا وخليهم وابقى مارق، ناس شويه كذي لحد 4 وفصل لهم وابقى ماشي، لقيت ناس ما بين مره واحده اي غلبتك الشغله كورك في صفك بس ولا تقيف قدامه، سلموا كذي قل ان الحمد لله في محلك قاعد بس نحمده ونستعينه، بدوك ضربتين في ناس برا بقولوا والله زول ده ظلموه وداك بيقول لمعه وده غلط وده صح، بتكون بلغت الدعوه محل ما تمشي، لقيت جامعه اي بلغ دعوة الله تعالى حتى تلقى الله. خشيت الفيسبوك اي بدل تعديه كلام ساي وكيف اصبحت وصباح الخير، خير بالطريقة دي ما في يا اخي، الخير ده تجيبه تدعو الله تعالى والله بنزل خير، بدل تعديه كذي فيسبوك ده اشتغل فيه توحيد. خشيت واتساب اي رسل رسالة في التوحيد، خلي موضوعك اليوم كله العقيدة التوحيد، ركبت مواصلات توحيد دعوة حتى تلقى الله، تموت الله بيرحمك لأنك في الدنيا كنت تدعو الناس إليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالناس تنشر دين الله تعالى بين الخلق وتبلغه، وخدت الدعوة دي في رقبتك، ما تقول أنا معتمد على فلان فلان بيجي يكشف لي فلان، إنت بتكشف 200، إنت بتكشف 200، أقرأ الكتب دي وساهر فيها وأقرأ فيها واطلع فيها وبلغ دعوة الله تعالى حتى تلقى الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى،
وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. بارك الله في أخونا آدم. وين آدم؟ النجير ولا كيف ولا الشوالة دي كيف؟ ها؟ ده كلام ظريف الشيخ خير الدين، كلمتين ظريفة. ها؟ نختم. تعبت خلاص ولا الأخيرة دي كيف؟ الأخيرة دي سمحة. ها سمحة موج الناس تطبيقها. بارك الله فيكم، تطبيقها تمشي مسجد طاقتك ماف عمتك ما تبلغ دعوة الله حتى تلقى الله. ذاتك أخونا تبلغ الدعوة. الناس زي ذاته كان سوى حفلة قول لهم الشيء ده حرام، بعد ذاك تاني قول لهم ست الودع ما بتجوز وكذي والشغلة ذي كذا. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.